قرن بسعر البيع للعموم في حدود 5000 مليم للكيلو. التعليق كانت هكا: ولقد ما ترخص في رمضان لازم الدنيا تشعل فيها النار، فما اللي كتب المشكلة مش في السوم، المشكلة في الغشة. ونوفى بالتعليق هذا: في رمضان كل بياع يبيع على زي راسه غير كثره من الرقابة. وزارة التجارة تؤكد أن المواد بشكون متوفرة خلال رمضان، تحديد أسعار اللحوم الحمراء والدواجن 35 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. الحديث على توريد كمية من اللحوم الحمراء ما يخلي سعرها يستقر إن شاء الله في 36 دينار. والحديث زاد على أنه الموز باش يكون بخمسة دنانير. هذه استعدادات وزارة التجارة اللي تقول تقريبا باش يكون شهر رمضان خير من رمضان اللي تعدى والمواسم الفارطة. محمود شو والله يا رفيق، يظهر لي سنة على الأقل يكون اكسبسيونيل بالنسبة لنا احنا، ما انتشرتوش برشا. تعرف علاش؟ وقت اللي راهو شنو صاير مثالش، انا البارح تفرجت ولا قلت احنا طالبين الحم ونحبوا ناكلوا البنان ونحبوا ناكلوا وطاولتنا معبيه والدنيا. وقت اللي راه شنو صاير في غزه والعبيد مش خالتين على رغيف، نحمدوا ربي صباح وليل. علاش؟ على خاطر نجموا نستغناو على بعض المواد، نجموا كي نلقاو بعض المواد غاليه ما نشريوهاش. مانيش باش نموتوا بالجوع، مانيش باش تفكروا، مانيش باش نقولوا والله يا الشهوه. معناتها على الاقل، على الاقل هو ربي سبحانه علاش عمر رمضان؟ عمر رمضان نوعا ما زاد باش الانسان العادي واللي في حاله يحس باللي يحسه الانسان اللي نجم ياكل كان وجبه بركه في سير الايام. يدوك احنا نراو في اخواننا في غزه كيفاش ما ياكلوش، معناتها وكيفاش ما همش قاعدين يتحصلوا على رغيف. معناتها احنا نجموا اليوم والله بالحق، والله جو بار سيريوزمون اللي يحكي هكذا في رمضان يزيد 5 كيلو والله والله يقول لك حاجه ويحكي على اللعبه وما ناكلوش ونسيسر واحد. لا لا والله يصير الشيخ ما واحد تصير ساعات يعمل بريز دو كونسيونس ويحكي مما وضعيه غير عاديه عايشها العالم اليوم في علاقه فلسطين. والله اغزر يا سيد، انت خذيت له موفي اكزامبل. على خاطر انا في رمضان والله العظيم زيرو تبذير، خاطر حرام نحسه حرام. التبذير هذاك اللي باش تعملوا برا عاون به واحد اخر في زاير ليامات ناكلوا تي انا ناكلوا نمشيو للريستورونات وشيخين واللي تحب انت. تي في رمضان عندنا شهر، عندنا شهر انه على الاقل نحسوا بمعاناه العباد الاخرى. هذايا بالنسبه للناس محمود اللي سمح لي بين ذفرين عندهم لوكس باش يقول اي نبذر ولا ما نبذرش اي مثالش ونعاون. احنا اليوم فما ناس محمود تستنى شهر رمضان باش تحط طرف الحم في الماكله في رمضان بشكل السفرة تكون خير من وسط العاب. تما الناس بالنسبة لهم مناسبة رمضان ياكلوا كيما بوتيتر ناكلوا احنا في وسط العاب. دوك الناس هذي ما تحكي لهاش على التبذير، احكي لها على الحلول متاع ارتفاع الاسعار، احكي لها على الحلول متاع المواد اللي مش موجودة. الدولة شو محضرة للناس هذي على الاقل؟ يا سيدي احنا نجموا نشري ونجموا ما نشري وشو نكبسوا السنتورة 30 سجودة خلينا نسمع حاجة. اغزر هذي تعرف كيفاش تغلبوا؟ ما تنجم تغلبوا كان وقت اللي تلقى حاجة غالية ما تاخوهاش. يا ولادي كي تراو الحاجة غليت ما تاخدوهاش. كل شيء يا محمود، كل شيء اسمع، كل شيء. أنا تو نسمع في الموز بخمسة آلاف إن شاء الله تصدق الحكاية وصير سور تيران راه تشري في كيلو الموز 15000 وأنت طالع. تعرف علاش؟ على الحمرة وياخذ 45 دينار. تحب تجيبوه بخمسة آلاف؟ مشيو جيبوه البنقردين. نحكي يا صديقي. جيبوه الموز بخمسة آلاف. الكل عندها تمشاو البنقردين. لا الدولة تمشي تجيبونا البنقردين. الدولة تولي تشري. الدولة تجيبونا البنقردين. يا رفيق على الموز برحمة والديك والله سألت خضار معناتها فيه خليه يقولوها منطقة شعبية. قلت له شكون يشري الموز ب 15 و 18 ورحمة بابا طلعش قال اي قال نقول لك قال اللي لاباس عليهم ما يشريوش وقال لي الناس العاديه هما حرام عليك هما اللي يشريو. زاد انا نمشي مع جور جوا محمود في حاجه خويا رفيق ربي يبارك لك، راهو برشا تبذير في رمضان نوصلوا حتى العباد تطيش الماكله حاف. معناتها بربي ما يلزمناش نبذروا بلا برانسيباليزي وبريكا وشربه الواش ثلاثه قطعه واربعه قطعه وموكوني العباد. هبت دي ستاتيو فيسبوك، هبت على سناب شات، هبت على انستغرام، هبت بارتو محمود مش نهبطوا هبت قاعد تنشط في الموضوع هذا. وصل الفكره للناس وللي فانز نتاعك وكل شيء. هو اكتيف ذا اللي على سناب شات، اكتيف دي سناب شات حتى من يدور عاتيف. هي كلمه كلمه سندريلا بارك. انا بالنسبه لي والله كل عام نعاودوا نفس الحكايه ونعاودوا نحكي والوعي ولازم ما نبذروش وما نعرفش ليه حكايه فارغه. ماني حابينها ولا كرهنا الناس الكل
هذاك هو يجي رمضان الناس كل تحب تشري تحب تقضي، اللي يخرج قبل شقان فتره يبدا يتشهى، يمشيوا بنظريه حاتم بالحاج اللي يحب يقضي يقضي بعد شقان فتره كيك انتي ما تجيش يقضي ويشق في فتره لا كان فلا حد مخلك نقضيوا بالليل. اما انا بالنسبه ليا حاجه ما نقضي شيعان حاجه بركه اللي حاجه تلقاها غاليه خويا قاطعها حاول انت ما تشريش بنان يا اخي احنا لازم ناكلوا البنان. انا بالنسبه ليا ماهوش حاجه ما نعرفش ماهوش حاجه لازم اوبليغاتوا البنان سي ان اكزامبل على حاجات حكيت فيهم ساعات المسؤولين وبعد سور تيران ما لقيناش هذا يطبق درنا على البنان ب 5000 ما لقيناش كيما في وقت ما درنا على التفاح ما نعرفش قداش وما لقيناش وحتى كي طاح للسوق اللي تحكي علينا لقاو التفاح ماهوش دو كاليتي ما يتاكلش اللي ميتك اللي كان واللي قلتو انت رفيق البارح المنتج المستهلك خنيقات وينهم بربي نقاط هذوك هو رفيق علاش ديما يقعد كان الزوال يخلص في وسط العام نقولوا له ضحي في رمضان نقولوا له ضحي في العيد نقولوا ما نشريش العلوش في درجه شنو كيفاش عايش مسيكر وك صغيرات يعملوا لهم وك الطويول اللي بجنبهم وعائلتهم راهو ما نجموش اليوم على الحد الادنى احنا نحكيوا على الناس راهو يعلم بها ربي باش تعمل الحد الادنى الناس ولا تشري في جناح نتاع الدجاج اكثر من اي حاجه اخرى راهو لازمنا نفهموا الناس الزوال كيفاش عايشين. منظمه الدفاع عن المستهلك راهو تحدد قفه التونسي ب 70 دينار اليوم نحكيوا على 70 دينار القفه اليوميه بالنسبه للعائله باربعه من الناس نجم يقولوا لي اكزاجيري شويه وي بوتيت نتيح شويه يا سيدي باقي غالي برشا معناها باقي غالي برشا وي يا ودي خلي المنظمه تقدر تقرر اللي تعب تقرر اسمعوا كلامي انا ما تسمعوش كلام اللي قاله لكم برا شريو برا شيخو شهر ذا يا راهو ربي اترهنوا اترهن يا اخي اترهن يترهن باش يمشي باش يعملي في البيسين ولا في كذا يا ودي شيخ على طبقه اللي ما عندهاش طبقه الزواليه يا اخي ما يرهنش روحه مسكين باش يمشي شو ما يمشيوش عاد بالكش انا نسكن في المريخ انا نسكن في كارتاج ا 2 متر اي 2 متر دو 5 ديسمبر ما عليناش يرهن روحه باش يمشي للوتيل وباش يمشي للبحر وباش يمشي كولوا واشبعوا شيخ وشهر هذايا تاع عباده صحيح اول حاجه كولوا شيخ فما شرط راه الشرط الوحيد اللي انا نحب ننزل عليه وانه يلزم السلعه تدخل المارشي دو جرو السلعه كلها تدخل المارشي دو جرو وتخرج من المارشي دو جرو مش المارشي يدخل له كان 20 و30% برك هو راهو الاستهلاك في رمضان ثقافه تونسيه عندها مئات السنين وننصحكم اقراوا اللي كتبوا على الدعاجي واللي كتبوا الغرايري راهو من سن عندها 150 و200 سنه استنى 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 نقرا تو قبل رمضان مازال عندك نهارين بالحق تقرا التصرف واللهفه وكل واحد هذاك موجود في ثقافتنا مش اللهفه نحن نعيطوا لها لهفه خاطر بلوز وما اما الشهاوي يا ولدي راهو كل الشعوب عندها اوقات عندها تحب تتلم الكل مع بعضها تحب تاكل مع بعضها والاكل المجتمع عنده بعد اجتماعي راهو كي تاكل مع عائلتك كي تاكل مع اصحابك كيما مثلا القور وقت اللي يجي راهو نويل والداند والدندون سي ساكري ما يشبهش بنويل والدندون معناه يغلى برشا يا رفيق والعبيد والترونسبور الطياره تسكرت الطيارة تولي ملتيبلي بارسيس معناها لا سوسيتي دو كونسوماسيون سادابت للتصرف الاجتماعي للعادات الاجتماعية على ذاك نحن ما نجموش نمنعوا الناس من الغشة من خاطر ميسرة وقت الميسرة توريت الأسعار ذي كل عام يحدوا الأسعار وكل عام الأسعار اللي تسمحهم في الراديو مش الأسعار اللي مش تلقاهم في المرش وقت اللي دولة تولي حريصة زادا ما نجموش حريصة باش وقت اللي تحب تراقب الأسعار والغشة في شهر التونسي يمشي فيه برشا للماكله يمشي فيه برشا للمرشي وتدخل في الكاليتي دي وجوده الحياه ما تنجمش ب 400 و500 مراقب تراقب اللي عندك الكل يلزمك تنفستي باش تحسن وتضمن جوده حياه للتونسي باش كان يقولوا لي اللحم ب 10000 نهبط نلقاه ب 10000 كي يقولوا لي الموز بدينار نهبط نلقاه بدينار اذا كان انا نقول وبعتهم 400 مراقب على 800000 حانوت في 24 ولايه سي توتا في نورمال ماني باش نلقى حتى شيء مطابق للكلام اللي قاعد يتقال وباش ننهي ما عادش قارنا مع الأمم الأخرى في الداند وثانكس جيفينغ ونويل احنا مسلمين ورمضان وكذا أخلك أوكي بيبي رفيق خرط عليك والله بلي أخذ البرنامج مع أميمة أخذ البرنامج أوكي بيبي كيزم هو أميمة شيسير كالدندون يلا سيدي بوصل معكم الرحلة نرجع لكم بعد الفاصل ولكن وإحنا نحكي على رمضان والشهاوي والحلو نحكي لكم على شمية بابيون هما يقولوا لها شماية وإحنا نقولوا لها بابيون رمضان على بوابك يقولوا دقلة في شقاد الفاتر وزينة سحفة الكريمة والكسكروت الحلو وقت السحور نقولوا
بابيون، شامية بابيون حاضرة معنا كيما كل عام بعزل المنتوجات من شامية بالفاكهة للشامية تختيني للطحينة باش تبنن المالح والحلو، وتزيد تربحكم كل يوم ان بون دشا دو 300 دينار 300 دينار وان لو دو برودوي شامية بابيون. يكفي انكم تجاوبوا على تشنشينا بكلمة واحدة، كلمة هي اللي تربحك وتحلي نهارك مع بابيون. هما يقولوا لها شمايا واحنا نقولوا لها بابيون. نعود بعد الفاصل موصل معكم بالاخبار. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. هو رفماك، ورفماك هو الصباح. رفماك رفماك مني للجمعة من 7 ل 9 ونص. خلي صباحك كول، خلي صباحك رفماك. ضحكتك كبيرة وطلع عمر كوموتي مرخى بارو موسيقى ودمار واش قالوا الستار الكل بعرى. ديوانا فام صوتكم. مرحبا بيكم، هل اختص عيد فرحان برشا 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 برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوانا فام صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من اثنين للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.